مرحبتين بكم مشاهدينا من بعد ما رجعنا من الفاصل ومن بعد ما تعرفنا على السرطان وأنواعه وكيف ينتشر في الجسم. بالتأكيد لازم نعرفه كيف التعامل معاه خلال فترة الصيام، وهل النمط الغذائي للصائم والمصاب بالسرطان يمكن يختلف أو بإمكاننا تناول الوجبات اللي يبيها؟ في حال قرر المصاب بالسرطان الصيام فلابد من أن يعاني من فقدان الشهية ونقص في الفيتامينات والمعادن، بالإضافة للمشاكل اللي ممكن يعاني منها بحضور جلسات العلاج الكيميائي إن كان مازال بحاجتها طبعاً. والمشكلة الأكبر اللي يمكن أن نواجهها أو يواجهها المريض هو أن الجسم دائماً يكون بحاجة إلى غذاء لمواجهة المرض والإشعاع الكيميائي. من المحتمل أن تستمع إلى تقارير متضاربة بشأن الوقاية من السرطان، وفي بعض الأحيان يمكن تقديم نصيحة تخالف نصيحة أخرى مصابها في إحدى الدراسات حول الوقاية من السرطان. وفي أحوال كثيرة لا تزال المعلومات المعروفة حول الوقاية من السرطان تتطور، ومع ذلك فإن فرص الإصابة بالسرطان التي تتأثر باختيارات أسلوب الحياة التي يختارها الإنسان من الآراء المقبولة. ولذلك في حالة الاهتمام بالوقاية من السرطان يمكن الاستفادة من حقيقة أن التغيرات البسيطة على أسلوب الحياة يمكن أن يحدث فرقا إيجابيا. يمكن مراعاة النصائح التالية حول الوقاية من السرطان. تجنب استخدام التبغ. إن استخدام أي نوع من أنواع التبغ يضعك في مسار تصادمي مع السرطان. ربط التدخين بأنواع مختلفة من السرطان، ويشمل ذلك سرطان الرئة والفم والحلق والحنجرة والبنكرياس والمثانة وعنق الرحم، إضافة إلى الكلى. وربط مضغ التبغ بسرطان تجويف الفم والبنكرياس. حتى إذا كنت لا تستخدم التبغ فإن التعرض للتدخين غير المباشر قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة. اتباع نظام غذائي مفيد لصحتك. على الرغم من أن الخيارات الصحية عند شراء البقالة وفي أوقات تناول الطعام لا يمكن أن تضمن الوقاية من السرطان، فإنها قد تحد من ذلك الخطر، وينبغي مراعاة الإرشادات التالية. تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضروات، جعل نظامك الغذائي مرتكزاً على الفواكه والخضروات والأطعمة الأخرى من المصادر مثل الحبوب الكاملة والبقوليات. حافظ على وزن صحي للجسم ومارس الرياضة بانتظام. قد يخفض الحفاظ على الوزن الصحي للجسم من مخاطر إصابتك بالعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والكولون والكلى. وكذلك بالنسبة للأنشطة البدنية أيضاً، ففضلاً عن أنها تساعدك في التحكم في الوزن، فإنها بمفردها قد تخفض من خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون. حماية نفسك من الشمس. يعد سرطان الجلد واحداً من أكثر أنواع السرطان شيوعاً، وواحداً من أكثر الأنواع القابلة للوقاية. جرب النصائح التالية. تجنب شمس منتصف اليوم. ابتعد عن الشمس فيما بين الساعة 10 صباحاً والرابعة عصراً، حيث تكون أشعة الشمس أقوى ما يمكن. تغطية المناطق المكشوفة وارتداء ملابس فضفاضة منسوجة بإحكام تغطي أكبر قدر ممكن من الجلد. تجنب الألوان الساطعة أو الداكنة التي تعكس الإشعاع فوق البنفسجي أكثر من القطن ذي الألوان الفاتحة أو أبيض اللون. لا تنسى استخدم واقيا من الشمس واسع النطاق ذي عامل حماية من أشعة الشمس بدرجة 30 على الأقل. حتى في الأيام الملبدة بالغيوم ضع واقي الشمس بكمية كبيرة، وأعد وضعه كل ساعتين أو أكثر إذا كنت تسبح أو تتعرق. مهما حاولنا من خلال هذا البرنامج تقديم النصائح والمعلومات اللي ممكن تساعد في صيام شهر رمضان بشكل صحي ومتوازن، إلا أن هذا لا يغني عن زيارة الطبيب واستشارته في أي سؤال ممكن يخطر في بال المريض، وخاصة في موضوع الأمراض اللي يمكن أنها تتطلب عناية خاصة ومراجعة دورية. أيضاً لابد للمريض أو مريض السرطان بالتحديد في رمضان أن ينتبه على ما يحتاج جسمه من غذاء، لأن الجسم يعطي إشارات معينة بأنه بحاجة إلى غذاء أو راحة، وكلنا نشعر في وقت المرض بهذه الرسائل. لذلك نقول للمرضى ومرضى السرطان بالتحديد، يجب عليك أنك تلبي حاجات جسمك حتى يملك القوة لمواجهة السرطان أو أي مرض آخر. هل بإمكان المصابين بالسرطان صيام رمضان؟ نقدر نقول إن السرطان من أكثر الأمراض اللي تم إجراء الأبحاث العلمية بخصوصها،
وكذلك الأمر بالنسبة للصيام وتأثيره على جسم الإنسان. أيضاً الدراسات كثيرة حاولت معرفة إن كان الصيام يأثر بشكل إيجابي أو سلبي على صحة مريض السرطان. في الحقيقة كان من الصعب علينا اختيار دراسة واحدة، لكن بالإمكان القول إن لا توجد دراسة حديثة تقول إن الصيام له تأثير سلبي على مريض السرطان. بالعكس تماماً، فأغلب الدراسات تؤكد على الفوائد اللي يمكن إن يحققها المريض خلال الصيام. لكن نعاود ونقول ليس كل المصابين بالسرطان مشمولين بالدراسة، لأن الأمر يختلف بحسب نوع السرطان ومكان تواجده والدرجة اللي وصلها. أثبتت عدة دراسات صحية إمكانية مساعدة الصيام في علاج مرضى السرطان بل والوقاية منه، وأشارت مجموعة من هذه الأبحاث إلى أن الصيام له دور كبير في مكافحة مرض السرطان من خلال خفض مقاومة الأنسولين وتقليل مستويات الالتهابات. يعتبر الأنسولين من أهم الهرمونات التي تسمح للخلايا بامتصاص الجلوكوز من الدم وتحويلها لطاقة يستغلها الجسم، فعندما يتوفر كثير من الغذاء في الجسم تصبح هذه الخلايا أقل استجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم وبالتالي زيادة كمية الدهون، بعكس حالة الجسم خلال فترة الصيام الذي يحسن من استجابة هذه الخلايا للأنسولين. إضافة إلى هذا، يساعد الصيام على تقليل آثار بعض المشاكل الصحية المزمنة مثل السمنة والنوع الثاني من مرض السكري باعتبارهما أحد العوامل الخطرة التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وأظهرت عدة دراسات أن السمنة ومرض السكري بنوعه الثاني أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان. لذلك قامت مجموعة من الأبحاث بدراسة تأثير الصيام على مرضى السكري بنوعه الثاني، لتجد أن هؤلاء المرضى أصبحوا لا يحتاجون لعلاج الأنسولين بعد شهرين من متابعة الصيام المنتظم، إضافة إلى خسارة ما نسبته 17.8% من وزنهم. ويعتقد الباحثون أن الصيام يجعل الخلايا السرطانية أكثر استجابة للعلاج الكيميائي وحماية الخلايا الأخرى، وبإمكانه زيادة نشاط الجهاز المناعي ومساعدته على محاربة الأورام السرطانية المتواجدة في الجسم. ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أن الصيام يساعد على تحسين الحالة الصحية لمرضى السرطان الذين يتم علاجهم كيميائياً، خاصة سرطان الثدي وسرطان المبيض، حيث يقلل من آثاره الجانبية المدمرة للصحة ويزيد من مستويات الطاقة مقارنة مع الأشخاص الذين لا يصومون خلال فترة العلاج. تختلف أنواع السرطانات المنتشرة بين العالم، حيث يحتل سرطان الرئة المرتبة الأولى عالمياً، ثم سرطان الثدي، ويليه سرطان الكولون والبروستات والمعدة. في الدول العربية يختلف ترتيب الأنواع الأكثر انتشاراً، حيث يتصدر سرطان الثدي القائمة، ثم يليه سرطان الرئة، وذلك وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2017 وتوقعاتها في السنوات المقبلة. صحيح أن القطاعات الصحية في ليبيا أو حتى باقي الدول العربية ما وصلتش في تطورها لدرجة القطاع الصحي العالمي، لكن زي ما شفنا يمكن أن نستغني تماماً عن القطاع الصحي بما يخص السرطان في حالة اهتمينا بالنظام والنمط الغذائي والأمور الأخرى المحرضة على السرطان زي الوزن الزائد وعدم ممارسة النشاط البدني، ويمكن كل هذه الأمور ما تاخدش منا نهار أو ساعات قليلة. يعني نقولكم إن ساعة واحدة بس تفصلنا عن عيش حياة صحية بشكل صحي وسليم. وبهيك مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج صحتك علينا، وفي هذه الحلقة تكلمنا بالتحديد على مرض السرطان، أسبابه وأعراضه وطرق علاجه، وخصصنا حلقتنا لليوم أكثر للأشخاص اللي بيصيموا شهر رمضان وكيف ممكن يساعد الصيام في تحسين الحالة، ولكن دائما زي ما قلنا لكم ما تنسوش استشارة الطبيب. أيضا خلال حلقة استعرضنا دراسات علمية بما يخص السرطان وصيام شهر رمضان. نتمنى أنكم تكونوا في حلقتنا اليوم لقيتوا الفائدة والمتعة والمعلومة. كنت معكم أنا محمد شيبة، نتلاقوا غدوة في نفس الموعد وحلقة جديدة من برنامج صحتك علينا.